هذا البرنامج برعاية الصندوق القومي للتأمين الصحي. مظلة تسع الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أيادي الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نفعل الخير وأن ندل عليه وأن نقدمه إلى غيرنا داخل وخارج السودان. العمل التطوعي بين العرف والقانون اثنان، أو الحلقة الثانية من هذا الموضوع. نسعد كثيرا بطرحه، ونسعد أكثر باستضافة نفر كريم من أبناء هذا الوطن المعطاء للحديث عن هذا العمل الذي نتوق كلنا في أن نتشرف به، العمل التطوعي. رحبوا معي بالدكتور جمال فقيري، مدرب التنمية البشرية والخبير في مجال العمل التطوعي. أهلا وسهلا بك دكتور جمال مجددا. وعليكم السلام، مرحبا بك ومرحب بالمشاهدين والمستمعين الكرام، ومرحب أستاذنا عثمان العاقب المحامي والناشط أيضا في العمل التطوعي ورئيس جمعية مناصرة الطفولة. أهلا وسهلا بك، ضيف عزيز على أهل طيبة، وأنت لست بغريب عنه. والله من دواعي السرور وأنا كون أنه الواحد يلتقي في طيبة الطيبة وبرفقة الدكتور المعروف الإنساني جمال فقيره، وبقيادة الرب عثمان الحلو، في التحية والتجلة لكم ولكل السادة المشاهدين. وهو كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. نذكركم مشاهدون الكرام، بل مشاهدين الكرام، بأنه يمكنكم التواصل معنا والمشاركة في هذا الموضوع من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة، ونذكر بها أيضا بالصوت 0183 40 47 و0183 43 46 88 و0183 43 87 99. كما يمكنكم أيضا التواصل مع القناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيليجرام، ومشاهدة هذه الحلقة وغيرها لاحقا على قناتنا على يوتيوب. أيها الأحبة الكرام، العمل التطوعي عرفه أهل السودان منذ وقت مبكر، بل حتى هذه اللحظة الأحياء العريقة القديمة يمارس فيها هذا العمل التطوعي، وما من شك في أن الناس ينتشون ويشعرون بمتعة العطاء. لكن أخيرا ومع اتساع العمل التطوعي هدي الناس إلى استنان سنن وقوانين لتنظيم هذا العمل التطوعي. هذه القوانين أحيانا قد تبدو للناس معوقة ومعقدة ومؤخرة للعمل التطوعي. في هذه الحلقة نتحدث بشكل واضح ومفصل بإذن الله سبحانه وتعالى حول هذه القوانين، ونتحدث أيضا بشكل مفصل عن أعراف العمل التطوعي في السودان، لنخرج بنتيجة من خلالها نعترف بما يجب الاعتراف به. دكتور جمال، مرة ثانية بنرحب بك، ونبدأ بمعايير اختيار العمل التطوعي في السودان. احنا دعنا يعني نحصل حديثنا عن السودان، وإن كان هناك من نفوذ ننفذ بشكل مبسط على خارج السودان. نحن بنقسم المعايير عادة لقسمين، في معايير منطقية بتدفع الإنسان لاختيار مجاله التطوعي. منطقية يعني موضوعية. موضوعية مقبولة. وفي معايير ما مقبولة. المعايير المقبولة أو المنطقية ثلاثة اللي بتدفع الإنسان لاختيار المجال التطوعي بتاعه. أول وأهم معيار الاختيار هو الحوجة المجتمع اللي أنت عايش فيه لنشاطك التطوعي. وأنا دائما بقول إنه ما في عمل طوعي بلا احتياج. إذا ما في حوجة يبقى ما في مبرر لأنه إحنا نمارس نشاط طوعي. أصلا النشاط الطوعي هو أنت بتبذل جزء من وقتك، جزء من مالك، وجزء من مال الآخرين على أساس أنك تقدم خدمة تسد النقص. إذا ما في نقص، إذا ما في حوجة يبقى ما في مبرر أصلا لممارسة العمل طوعي. المجتمع المحتاج لصحة، الناس بتشتغل في المجال الصحي، المجتمع المحتاج
تعليم، بتمارس المحتاج لخدمات بنمارس الخدمات وهكذا. طيب فده المعيار الاول بتاع الاحتياج المنطقي او هو الاحتياج. طيب بعد ذاك المعيار الثاني للاختيار هو القدرات والمهارات اللي بيمتلكها الشخص المتطوع نفسه. يعني افضل القدرات ولا يعني الاهواء؟ ما احيانا واحد بيمارس بانه يهوى انه يقدم ويعطي. الاهواء والرغبات الخيار الثالث. الخيار الثالث. طيب نتكلم عن القدرات والمهارات اول حاجه. طيب انا يفضل دائما الانسان يشتغل في مجال قدرته وخبرته ومهارته. يعني اذا انا كنت طبيب زي اساتذتنا الكرام عثمان محامين، فحاولوا بقدر الامكان انه يقنعوا المجتمع والدوله بقوانين تقف الى جانب الاطفال. تمام. وعندهم هم العون القانوني عموما هو مجال المحامين. يعني يشتغلوا شغل كويس شديد، بيدافعوا عن الناس اللي ما عندهم قدره على انهم يدافعوا عن نفسهم، يقوموا بمحامي وكذا. ممتاز. الاطباء بيشتغلوا في حقلهم الطبي، المعلمين في الحقل التربوي. أيوة. الدعاة في الحقل الدعوي الى اخره. يعني اي زول بيشتغل في المجال اللي هو عنده فيه قدره، وشغلك في مجال قدرتك ده بيخفض التكلفه بتاعتك بصوره قياسيه كبيره جدا جدا. ممتاز. نحن نكمل الحديث لان الحديث بدا شائقا، نكمله بعد هذا الفاصل القصير، ثم بل نطلب من مشاهدينا الكرام البقاء معنا ومشاركتنا، ان لم يكن بالاتصال فبالدعاء. المرء يدرك سر العطاء، لا انفاق في المدى والعمر. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حال؟ إذا المرء يدرك سر العطاء، لا أنفاق في المدى والعمر. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الفضليات. مجددا نعود للحديث عن العمل التطوعي بين العرف والقانون، وكنا قد اثرنا نقطه اختيار المجال التطوعي او اختيار العمل التطوعي. دكتور جمال كان بيتكلم عن المعايير الموضوعيه، وبدا بحوجه المجتمع ثم مقدرات المتطوعين، وقاطعناه للخروج الى فاصل. اكمل دكتور جمال. طيب المعيار الثالث المنطقي اللي هو الرغبات والميول بتاعت الشخص المتطوع. طيب ودي بتظهر عاده في حاجتين، يا يعني اما المجالات المتنوعه اصلا ما بتحتاج لتخصص معين. يعني مثلا زي كفاله الايتام، زي كفاله رعايه الارامل الى اخره. ده ممكن اي زول يشتغل فيها حسب ميوله ورغبته وكده. او لما تتعدد قدرات الانسان ومهاراته وكده بيكون عنده كم مجال بيقدر يشتغل فيه، ومن بعد هو بيختار حسب ميوله ورغبته. يعني اذا كان بدل بيخلينا نتوجه للدكتور للاستاذ عثمان العاقب رئيس جمعيه مناصره الطفوله، هو قانوني ومحامي، وقبل ذاك كان انسان، وما من شك في انه الوقوف الى جانب اضعف فئه في المجتمع الاطفال هي ايضا تستهوي الناس يشتغلوا. نحن دايرين قبل ما نمشي نخش في القانون والقوانين وما الى ذلك، دايرين نسال انتم دفعكم شنو من هذه الدوافع التي ذكرها الدكتور جمال او هذه هو المعايير؟
أنا في يعني مرة تانية بحيي الدكتور جمال وبحيي السادة المشاهدين والبرنامج. الدافع الأساسي يعني من خلال المهنة، أنت لما يعني كقانونين يعني من خلال المهنة كمحامي في واقع معينة حصلت لواحدة من التلميذات، يعني الواقعة دي اللي هو تم الاعتداء عليها من قبل أستاذ يوم الجمعة. الإجراءات القانونية كان مباشرة أستاذ وزميلنا أمير الغالي اتضامننا معهم. القاضي لما كتب حيثيات الحكم كانت محزنة جدا جدا، يعني كانت محزنة للدرجة، يعني وسع فيها بمدارك وربط الطفولة والإنسانية والعملية التربوية وأداء الجمعة والمقدس يوم الجمعة والمدرسة تمت فيها الواقعة. أصدر حكم، يعني لما أصدر ده دي مرافعة وكيل نيابة ممثل للحق العام، ولا ده القاضي؟ ده القاضي، ده مولانا، يعني القاضي في محكمة الطفل. المسألة دي المذكرة أبقت كل الآخرين وأصدر حكم الإعدام، رغم أنه ما في إنسان بأي كون أنك أنت تحكم بالإعدام لشخص، لكن كانت الجريمة بشعة اللي هو اعتداء على التلميذة يوم الجمعة من أستاذ داخل المدرسة، يعني دي كلها مقدسات اجتمعت، وكانت ببينة قوية جدا جدا، يعني كان زي الإنغاز الرباني بأنه التلميذة دي بعد الواقع الاعتداء تتصور الحائط، رغم أنه الحائط كان عالي جدا جدا، وفي نفس الوقت تقابلها شنو؟ تقابلها شرطة النجدة. شرطة النجدة تصرفت بحكمة، طوالي دهمت المدرسة معرفة الواقع وقبطه في حالة بتاعت شبه تلبس معروضات، أي شبه تلبس، يعني ما كان الحكم قطع الدلالة، يعني ما كان في أي شك ولا براود الشكوك، يعني ينكر ولا يعني أي وسيلة كانت ما في. طيب أصدر حكم بالإعدام. أنا كمحامي ما شايف جريمة الإعدام بتتم، ودي واقعة، يعني نحن حفاظا على المسألة العملية التربوية وحفاظا على المعلمين من الذئاب البشرية اللي بتتسرب لهم، قلنا دي يكون عزة وعبرة، لأنه كان العقوبة مشددة، لازم يكون في عزة وعبرة. كيفية العزة والعبرة؟ قلنا علنية التنفيذ كأول مبدأ. علنية التنفيذ، علنية التنفيذ أنت لشخصك ما بتقدر تحققها، لازم تلقى ناس بتتضامن معك، وبالذات اللي عندهم زي ما قال الدكتور اللي عندهم رغبات وميول للدفاع عن الأطفال. وفعلا مشينا في المجال ده. بعد كده في أطفال كمان بتتكرر الجريمة موجودة، في أطفال أصلا ما عندهم قدرة عشان يتحملوا أتعاب المحاماة. كان لابد يعني الناس اللي عندهم ميول طبيعية لخدمة الأطفال يعملوا هذه الجمعية في سبيل تقديم الخدمات القانونية للأطفال المحسرين أو من الأسر الفقيرة، وبالذات في الجريمة دي، لأن هي جريمة ما سهلة كونك أنت تحتدى على طفل، يعني في النهاية بتحطم مستقبل السودان القادم. بعد طوالي في أخواننا الصحفيين أو الإعلاميين عندهم دور لابد من التوعية، ساهموا فيه بمساهمة قوية جدا جدا، يعني ناس ماكش فلكسر وقلت لك أي شغل بيتم لجمعية مناصرة الطفولة بيتم فيه الإعلان عنه مجانا حتى من داخل رؤساء التحرير. كانوا متضامنين بشكل ما المسألة توسعت، يعني بقت الإعلاميين دول، يعني نقدر نقول أستاذ عثمان نقدر نقول إنه في هذه القضية تحديدا اجتمعت المقدرات وكذلك الهواية والحوجة. نعم، هي دي كانت المولد الحقيقي لجمعية مناصرة الطفولة، ولقت استجابة قوية جدا من الشارع ومن كل شرائح المجتمع، بل قامت خطط خطوة سابقة في مجاله في العمل الطوعي، كون أنك مجموعة من المحامين والصحفيين وشائعة المجتمع تقف أمام القضاء وتقدم مذكرة رئاسة الجمهورية. لا، رئاسة الجمهورية دي أنا بتكلم عن المولد، رئاسة الجمهورية دي لاحقة، دي المولد بتاع 2013 بعد صدور الحكم في شهر 3، يعني التفاعل بيه قوي، ما أنت عندك حدث وحدث ما سهل، يعني معلم والمعلم قم للمعلم والتبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسول، أنت لازم تحافظ عليه. نعم، وهذا هو طبعا محسوب على المعلمين، لأنه عندما نتحدث عن المعلم فنحن نتحدث عن التربوي ونتحدث عن الإنسان النزيه الذي يعلم الناس احترام الشرائع واحترام حقوق الإنسان وما إلى ذلك. حتى من داخل العملية التربوية استنكروا، يعني تمت الاتصالات كل مدراء المدارس والمشرفين والتعليمين استنكروا هذا الجريمة، كلهم تضامنوا بأنه هذا لازم يعزل ويعدم في ميدان عام عشان يكون عزة وعبرة للآخرين حفاظا على العملية التربوية.
لانه عمليه التربويه دي انسان بتقرص القيم والخير، انت بتربي عيال، والمدرسه دي المكان الوحيد الامن بالنسبه للطفل، واللي اصلا الاب ما بيقدر يتابع طفل الا لمجرد ما سلم المدرسه، خلاص يفترض الامان المطلق بالنسبه له. عشان كده لقيت التضامن دي كانت المولد الحقيقي لجمعيه مناصره الطفوله، اللي بعدها انتشرت عدد من المنظمات وعت الناس بحقوق الطفل، يعني حقوق الطفل، والان بتقديم الدعم القانوني لكل الاطفال المدعى لهم من الفقراء والمساكين بيتم تقديمه في عدد المحاكم، بل انتشرت على كل نطاق السودان. يعني بالمناسبه دي استاذ عثمان، خلينا ايضا ربما تساءل المشاهد الكريم فيما يتعلق بالحصول على خدمات جمعيه مناصره الطفوله، سواء كانت قانونيه او حتى اعلاميه. اعلاميه طبعا اكيد زي ما تفضلت انت انه يتم الاعلان ليكون والتدافع والتواصل معاكم، ونحن برضو كان لنا عظيم الشرف باننا يعني رمينا بسهم في هذا المجال، وباذن الله سبحانه وتعالى سنفعل المزيد. ما عليكم الا تاشروا، ونحن بنقشر زي ما بقولوا، ارجو ان الناس يفهموا الحاجه دي. فالاسر الكريمه اذا ارادت ان تتواصل معكم مع جمعيتكم ولديها قضيه معينه تريد يعني اقامتها وما الى ذلك، كيف يتم الحصول اليكم؟ خلينا نستفيد وننتهي. الان عندنا موقع في الفيسبوك، عندنا مواقع في يعني التواصل عبر الصفحه بتاعتنا، عبر الصفحه في الفيسبوك وعبر رقم تلفوننا الموجود عبر الواتساب، بل وصلت مرحله من العلم بانه مجرد ما تحصل جريمه نحن بناخذ بها علم. ممتاز. وكانت اخر جريمه، ونحن هنا كمان في نفس المجال ده يعني بنحيي اخونا عثمان الجندي، وبنحيي المستشار لؤي، في الدكتور لؤي المستشار، يعني سمعوا فجاه بدون اي مقدمات بانه في طالبه يتيمه تم الاعتداء عليها من شخص كان كافلة او يعني كان موجود معاه في الاسره. يعني المساله دي اخذت انا علم من الشخصيات دي في اقل من او هو قبل ما اخذ علم من لؤي، اخذت علم من زميلنا اللي هو لازم نحيوه الاستاذ الجيلي، مولانا الجيلي رحمه، كان قاضي سابق والان بقى محامي. جيلي رحمه اتصل قال له والله عثمان في واقعه حصل بانه كده كده، قلت له لكن كانوا متخوفين من شنو؟ متخوفين اذا تم فتح البلاغ التلميذه دي حترجع تمشي وين؟ ما دي اسرتها القاعده معاه وبتقرا. انا يعني بكل مش انا عثمان عقب، انا سوداني بس بحمل القيم السودانيه. قلت له يا اخي مجرد ما اذا حصل اي اشكاليه جيب لي البيت ثاني ربنا بيفرج، يعني امر طبيعي بالنسبه لكل اسره السودان دي. كانت دافع قال جيلي قال يعني عرفته يعني طوالي مش اتخذوا الاجراءات في البلاغ، وتقدمت الاستاذه وامنيه كمان باشرت الاجراءات، يعني باشرت الاجراءات بشكل سريع جدا، بل وجدت تضامن وتكاتف من قبل وكيل النيابه، من قبل وحده حمايه الاسره والطفل، في اقل من ساعتين ولا ثلاث ساعات تم القبض على المتهم. يعني دي جريمه، بل الان جريمه اخرى للاسف الشديد في الضعين برضه، يعني احنا اخذنا بها علم وهي كانت امس، يعني بقت التواصل الشعبي معنا او تواصل المجتمع السوداني في هذه الجرائم بقى متاح، يعني بقى الامر متاح. هذا امر طيب، اسال الله ان يوفقكم جميعا، وحدير ناخذ لنا وقفه قانونيه مع هذه الجمعيه ومع تفاعل الناس معها والتضامن. اكيد بيكون في جانب عرفي الناس ماشيه في الموضوع، لكن داير ناخذ وقفه قانونيه انه يعني ما مدى وقفه القانون معكم في هذا المجال تحديدا. هو اذا انت قاصد قانون العون الانسان والطوعي ولا قاصد القوانين عامه؟ نحن خلينا نتكلم عن العمل الطوعي بحكم انكم جهه تطوعيه. هو ايوه بالمناسبه، يعني القانون العمل الطوعي فيه ميزه فيه تسهيلات بالنسبه لتكوين الجماعات بشكل ما طبيعي. طيب الناس فايته عليها، هل تعلم بانه اي حق اي واحد من المجتمع السوداني اذا بلغ عدده 30 ممكن يشكل جمعيه او منظمه؟ ايوه، لكن ليه 30؟ ما هو ده القانون كده، ده ما تقديرات المشرع، يكون عندكم المقدره على انكم تقدموا عمل لكن عددكم ما بتم 30. لا ده برضه تكتب خطاب للمفوض هو بيستثنيك من العدد. أيوة. والعدد مش 30، العدد 30 ده اللي انت بتقدم به مستنداتك، لكن اصلا العدد 20. يعني دور الجمعيه العموميه 20، ودي افتكر اي عمل 20 نفر ممكن يقدروا يقوموا بالعمل، يعني اذا كان في ناس. طيب تفضل. دي من مميزات قانون العمل التطوعي، العمل التطوعي في السودان، يعني في تسهيلات ما سهله. انت عندك 30 نفر
حضروا معك جمعيتك المشرية، ممكن تعمل جمعية وفقا للأهداف اللي أنت بتراها المناسبة والممكن تتعارض مع النظام العام. يعني الآن عاد لو قلت لك عدد الجمعيات تقريبا من خلال معلومة غير مؤكدة لا يغلى عن 2000 ولا 4000 جمعية كثيرة جدا. الأمر سهل، لكن إذا كنت بتتكلم عن الجمعيات والمنظمات معا، أيوة الاثنين مع بعض ما هي نفس المعنى، جمعية منظمة ممتاز كده الاثنين مع بيحمل نفس المعنى. شكرا جزيلا دكتور جمال. الدوافع غير الموضوعية ما هي؟ طيب أول دافع غير موضوعي هو الجري وراء التمويل. الجري وراء التمويل، التمويل يعني ناس بتختار مجالات لأنها بتجيب مال، بقول لك ده بيدعموه والمشروع ده بيدعمه كده يعني أهميته وإمكاناته وحوجة المجتمع القيمة إطلاقا عنده. القيمة الأساسية عنده المحركة أو أنه في قروش بتجي في المجال ده، بعد ذاك الحاجة نافعة ولا ما نافعة في النهاية هو بيشيل نصيبه اللي الله قاسمه له وبيشغل نفسه ده الاعتبار الما منطقي أصلا. انت قبل ما نمشي للنقطة اللي أنت ماشي عانيها، هل أي شخص بيحصل على تمويل أيا كان هذا التمويل لازم يكون عنده نسبة كوميشن مثلا؟ والله هو مرات التمويل بيجي لشنو؟ مرات بيجي لتشغيل الناس الموجودين. بدك مشروع كامل عشان الناس بتشتغل أعضاء المنظمة وغيرهم بيشتغلوا في داخل المشروع ده. طيب عندهم رواتبهم عندهم حوافزهم وكده. طيب بيغطوا بياخذ جزء من النفقات دي تحت المنظمة نفسها تسييرها وإدارتها وكده. طيب لكن ده الجزء الأول. أنت جمال، دكتور جمال مدير منظمة زيت للأعمال الخيرية، محتاج لك مثلا مليار جنيه سوداني لإقامة مشروع كذا وكذا، هذا المليار فيه رواتب العاملين والتصاديق والذي منه لحد هنا. أقنعت الدكتور الأستاذ عثمان العاقب بأنه يمول لك المشروع، ذاك المليار كاش داون. أيوة. أنا سؤالي، هل في هذه في هذا المليار أنت عندك نسبة لازم تأخذها والممول يكون عارف؟ طيب هو في نسبة بتوضع، مرات بيقولوا 5% مرات 10% بسموها يعني مصروفات إدارية، دي عادة بتطلع طوالي من المشروع قبل ما تدخل المشروع بتطلع للجهة الراعية المشروع المنفذة وكده. ومرات زي ما قلت لك إنه مرتبات الموظفين القاعدين في المنظمة أصلا بتحسب على المشروع، إيجار المقر الموجود بيحسب على المشروع. يعني مرات كثيرة في التكلفة بتاعت المشروع ما بتكون تكلفة حقيقية، بيكون تكلفة عمل زايد نفقات المنظمة الشغالة وكده. فدي الإشكالية الأولى، ودي صراحة مشكلة. يعني مثلا المساجد اللي بتصهر فجأة دي في أي مكان بتلقى لك مسجد قاعد هنا بعد شوية مسجد جنبه طوالي بعد شوية مسجد، مع أن احتمال يكون الناس محتاجين ما في حوجة صح، لكن في النهاية لأنه في الممول من الأموال من المجالات اللي بتدعم الناس بتشتغل فيها وبتبني مساجد. حتى أذكر من الطرائف مرة واحد قال لنا نحن عندنا 3 مساجد، قال لنا ده يجيب لكم مسجد رابع، ففي واحد قال له والله المساجد دي جرها ضعيف ذاتها حقتنا. وفعلا المسجد قام يعني دكان يا والله وطوال تاجر الزول. فده الاعتبار الأول، وإشكال كبير جدا إنه الزول يكون همه يعني ممكن تدردم مجموعة أشياء الناس ما محتاجين لها حوجة كبيرة وتكون في حاجات أخرى محتاجين لها وما يكون فيها. صحيح صحيح، دي الإشكالية الأولى. طيب الإشكالية الثانية هو طبعا في حاجة نحن المفروض ننبه لها، اللي هي أنا كمحسن همي إنه أتبرع في الحاجة اللي بتجيب لي أجر أكثر. يعني أنا معذور كونه أتبرع لمسجد أكفل أيتام أو كده، لأنه دي حاجة فيها أجر معظم وكده. لكن أنا كعامل ميداني ما مفروض استلم من المال إلا المال اللي أنا محتاج له للمجتمع بتاعي وكده. فدي حاجة مهمة شديدة. أنت تشتغل لكن في النهاية أنت بدل تقعد ساي، والله أفضل تقعد ساي مما تشتغل لك حاجة، لأن ممكن أنت في زول ممكن يشتغل أفضل منك في منطقة ممكن تكون محتاج لها أكثر منك. فأنت بتشتغلها بدون خبرة وبتكلفة عالية وبتشتغلها في حتة ما عندها لزوم كده. طيب. فده الإشكال الأول، المسألة بتاعت الجري خلف التمويل كده. طيب. قد تقوم مشاريع كثيرة جدا. ده معيار غير موضوعي أو دافع. نعم. طيب. طيب الدافع الثاني مرات بيكون الأجندة الخفية. الناس لا عندها نزعة إنسانية لا عندها صبغة في التطوع، لكن محركاها أجندة خفية. يا إما يكون عندهم شغل استخباراتي،
بيخش عن طريق المنظمات باعتبار انه بيسهل لهم الاجراءات زي ما ذكر الاستاذ. ما في عوائق بتضع امامهم، ما في كده، فبيجوا خاشين باسم العمل التطوعي، استغلال للقانون الجميل الذي ينظم العمل التطوعي في السودان، واستغلال لاشياء كثيره شديد. انت في النهايه زول يصعب انه يجيك زول امريكي ولا زول فرنسي ولا كده عشان يشتغل شغل بجمع معلومات في منطقه، لكن ممكن يجيك داخل بذرة ولا يجيك داخل بدقيق ولا يجيك داخل بأي حاجة بتاع بدعم، ده بعد كده ممكن يقعد بدون أي مشكلة ويجمع المعلومات اللي هو دايرها بدون إشكال وكده، وممكن يستنفر آخرين. الناس اللي بيجروا خلف التمويل ده المرات قاعدين يقعدوا، نعم صحيح، الواحد يدوه مال يقول له قدم خدمات إنسانية، بعد شوية يقول له يا أخي عمل لنا تقارير عن المنطقة عشان نقدر نعرف الحوجة الحقيقية بتاعتها، بعد شوية تحرك الوحدات العسكرية الموجودة، بعد شوية التواجد بتاعت أمن وكده. أنت بتلقى نفسك بتجمع معلومات ضد أمنك وضد أمن بلدك وكده. عندنا إشكال ثاني اللي هو الأشياء الأخلاقية، يعني في بعض الجهات بعض المنظمات بتجيب أموال بتشتغل بها شغل قيم المجتمع، زي أنا ما ذكرتها في الحلقة الماضية، الناس شغالين في الممارسة الأمنة للفتيات، كيف الفتاة الصغيرة الما متزوجة تمارس الرذيلة بدون ما تصاب بحمل أو إيدز وكده. ده كله سبب، دي اعتبارات غير منطقية، أنا ما ممكن أشتغل في مجال مخالف لقيم الدين بتاعي وأنا مخالف لأعراف المجتمع اللي أنا عايش فيه أو يضر بأمن البلد اللي أنا موجود فيها وكده. دي برضو بتدخل ضمن الاعتبارات الما منطقية، واللي بيشتغلوا فوق الناس ما عندهم نزعة إنسانية ولا عندهم صبر في التطوع وكده. الله المستعان، ده كلام طيب، بس الله أن يتقبل. نذكر المشاهدين الكرام بأننا نتحدث عن العمل التطوعي بين العرفي والقانون، نستضيفه لمناقشة هذا الموضوع الدكتور جمال فقيري مدرب التنمية البشرية والناشط في العمل التطوعي، والأستاذ عثمان العاقب المحامي ورئيس جمعية مناصرة الطفولة. يمكنكم مشاهدين الكرام أيضا أن تشاركونا هذا الفضل إن استطعتم إلى ذلك سبيلا من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور أستاذ عثمان، تحدثت حديث طيب جدا عن العمل أو القانون السوداني أو قانون تنظيم العمل التطوعي في السودان، ونحن برضو دايرين نشوف إن كانت هناك يعني ملاحظات أو مواد معينة هي يمكن أن نتحدث عن ضرورة تغييرها وما إلى ذلك، نظرا لأنها قد تعيق بعض الأعمال التطوعية. هو يعني كمدخل للحديث يعني هسه الكلام ذكر جمال كويس، قد تكون في منظمات كبيره ومنظمات اجنبيه ومنظمات دوليه واقليميه شغاله، لكن لما تمسك الشباب الان كعمل طوعي بتلقى الامر ده عنهم بيختلف اختلاف كبير جدا جدا. يعني ديل مجموعه من الشباب دايرين يقدموا خدمه للمجتمع، طيب ما غير عنهم ديل، يعني ما قال الدكتور جمال عن الاسباب الغير منطقيه دي، الان وسط الشباب ديل ما متوفره ولا الواقع بيقوم بيسمح لهم بكلام زي ده. يعني ديل الثلاثين نفر أو الخمسين نفر عامل سواء كان منظمات كده، منظمة فلان، منظمة بمسمياتنا المعروفة أيادينا، صدقات، الخيرات، يعني المنظمات الآن بسمة خير وبسمة أمل، دي منظمات دي منظمات لازم نحن نشد بها. والمعيار الغير منطقي ده ما بنطبق على المعيار الأول. طيب المعيار الأول اللي هو يعني في حوجة، في حوجة، وهم عندهم عندهم مقدرات، ايوه، وعندهم هواية او يهوون العمل الخيري. لما تيجي تمسك نفير نفير رغم ان هي ما كانت مسجلة، لكن اجبرت الشعب السوداني بانه يحترمها وقامت جسدت معاني العمل الطوعي اللي انت ذكرتها في مدخل حديثك. يعني ديل مجموعة من الشباب فجأة بدون اي مقدمات شعروا بانه في خطر، في كارثة بتاعت فيضان، ايوه، الناس دي مبرت شباب على شيب على كلهم مع بعض كلهم ترسوا البحر وقفوا بالضبط كده. يعني دي الان عندك الان طوالي الاخر شباب شارع الحوادث، ايوه، يعني دي منظمه يعني جمعيه قامت او مبادره قامت بشكل ما طبيعي. يعني دي بتنحني لها اجلالا واحتراما، شباب قاعدين بدوام رسمي من الصباح 24 ساعه عشان يقدموا حقنه للطفل المريض، عشان يقدموا دم، وده احيانا بصوا يتبرعوا بدمهم. يعني ده تتحني بكل المقاييس اللي هنا. يعني عندك الشيء بالشيء يذكر، ايوه، عندك يعني في مستشفى ام درمان التعليمي، انا زرت احد المعارف في المستشفى، فقدر الله انه يعني احدى مرافقات احد المرضى
اتكلمت معي قال لي احنا ما عندنا ذول يتعاملوا معه وما عندنا نقول. اتصلت بين الصدقات طوالي والله ما تم نسوى ساعة الكلام ده يعني جاء مندوب وجاب لهم مشى صرف الدواء وانا كنت قاعد اشوف يعني دي حاجة نقولها يعني حقيقة. ايوه دي بتخلينا يعني نقول الكلام اللي انت بتقوله يعني لصدقات ولإشارة على الحوادث يعني ولنفيد صدقات دي كمان عمل ابتكار جديد يعني دي هدية من ربنا كون انك تكون في رمضان الفطور ما حصلت تلقى شباب وشابات قدموا لك الافطار دي مثلا مثلا بل في داخل تعرف الناس اللي وصلوا داخل المستشفيات الانسان بداخل المستشفى بيكون جاب مريض وما عنده زول كيف معه صحيح ما في وجبه والناس كلها المطاعم مغلقه بتجي فجاه كده دي بعض الصور صور يعني تقريبا الاخوان الذين يقدمون رعايه الاطفال المرضى السرطان كثير طبعا احنا حاولنا يعني نعمل منوع ما بين الجهات المقدمة منها جزء كبير منها شبابية يعني مصداقا لحديثك أستاذنا الأستاذ الفاضل الأستاذ عثمان السوداني الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان تداعي. طيب مجموعة من في نسمة خير وبسمة أمل الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال هذاتها نحن أطفال ننعم بالصحة فهكذا يعني الكلام يعني الذي تتحدث عنه يعني. طيب اكمل طوال بعدين الان عندك مجموعه جانا بقياده اخونا اخونا عثمان الجندي والتحيه نعم وجنوده البواسل نمثال جمال ايوه وكل الشباب القايمين ديل نعم يعني ديل فجاه كده مجرد ما حسوا باي حدث بدون اي فجاه كده بتلقاهم قدامك يعني صحيح. فعلا جانا ونتوقع في اليومين الجايين حيكون عندهم جانا الشتاء يعني جانا دي فجأة بتلقاه قدامك تخيل الناس شايلين له كمية من البطاطين ماشيين لأسر فقيرة بقدموها بقول له تفضل أيوة. إنسان أسرة معاقة فجأة قدموا لها حلوا لها كل مشاكلها بما فيهم بيت وهنا لازم نحيي كمان الأستاذ صاحبة القلم الشجاع الذهبي سهير عبد الرحيم يعني ما كتبت مقال إلا كلها تمت الاستجابة لها يا سلام. يعني إذا دارت أمرك ينجح فلتكتب عنك سهير عبد الرحيم يا سلام دي حقيقة دي لازم تدي الناس حقها وتشوف أنا الكلام ده جابوا شو جابوا الأسباب الغير منطقية أيوة أنت طبعا أنا أيوة أنا سألتك سبحان الله أنا بيعجبني فيك عشان الكلام الإيجابي لا مرات حتى سؤالنا اللي بنتوقع أنك تدينا فيه الحاجات اللي ممكن تكون محتاجة لوقفة ومراجعة بتخلي بتكون انت سكران بالايجابيات بتاعت الشعب السوداني شيبا وشبابا يعني هسه انا ثاني اذكر لك حتى على مستوى الواتساب اخونا وليد جاب جبل الخير يا اخي ديل جمعوا ملابس من كل الشعب السوداني او عملوا نداءات في مواقع التواصل الاجتماعي جمعوا ملابس وقدموها لاهلنا في جبل مره ايوه ومن جيبنا الخاص يعني وصل مجموعه من البنات تبرعن بغسيل وكين وتقديم انه يشيلون في عربيه يقدمون للنازحين يعني في اعمال بتاعت خير يعني الاسباب الذكرى جمال دي بعيده عننا كل البعض دي تكون خاصه بشخصيات كبيره ما خاصه بهؤلاء الشباب اللي بيقدموا عمل الخير كبيره يا استاذ جمال الدكتور جمال شخصيات بتعمل بتجري بتلهث من وراء القروش دي كبيره والله يا اخي كبيره في احتياجاتها الله المستعان الغريبة الأشياء ذكرها عثمان أستاذ كلها جمعية مجموعات طوعية دي 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 ده العمل الطوعي العرفي بالمناسبة أيوة صح هي ما وصلت درجة المنظمات الطوعية إلى الآن نعم وحسب القانون بتاع البلد دي بيعتبر نشاط خارج نطاق القانون أي الدولة ممكن دي طبعا يا أستاذ للأسف إنها شفت بعد جمالها وجمال ما تقدم وقيمة ما تقدم بعد ده كلها غير قانون هي غير قانون لا هي القانون شنو بالمناسبه هي الان على علم يعني شارع الحوادث قبل كده المسجل طالبوا الناشط وقال لهم تعالوا انا بسجلكم لو ما بس رسلوا لي عضوتكم اخذوا الطابع لانه القانون ده لما توضع 2006 جرم او وضع مخالفه للزول بيشتغل خارج اطار العمل الطوعي فرض عليه العقوبه ومصادره كل الاموال لكن السوداني ما بيعرفوا بعض يعني بيعرفوا بعض عارف بانه فلان ده شغال وما سجل لاسباب ما فاضي لها ما عنده مش هو لانه هو معارض ولا ما كده لانه بس هو ما فاضي يعني تقعدوا مع بعض وتسجلوا وجيب المسجل وجيب الجمعيه شعر الامر ما بيحتاج بس سؤال عندي سؤال يعني القانون هل يمكن ان يكون سببا لعدم نجاح العمل التطوعي واذا كان هم غير لما ما كانوا مسجلين شغالين هو القانون بيروقراطي يعني القانون فيه 31 ولا 32 مادة يعني ما فيها خدمة لصالح بيروقراطي تخليني أتكلم بالعربي يعني أيوة القانون تقليدي
وعقيم جدا جدا، معقد مش معقد ومش معقد، ما فيه شيء يعني بيتكلم عن الجانب الرسمي اكثر من الجانب الشعبي. يعني قانون كله محاذير، انت اشتغلت خارج اطار منظمه عليك تعتبر مخالف، توضع لغرامه وتصادع اموالك. يعني دي ماده. الماده الثانيه انت لو جيت سجلتها في نفس الوقت عليك بتقرير نصف سنوي عن اعمالك، عليك بتقرير سنوي عن الاعمال بتاعتك، عليك برسوم اضافيه وتجديد تجديد التسجيل. كويس، عليك اذا ما اجتمعت عضويتك عضويه الجمعيه في جلسه او اكثر. ايوه دي ما المشاكل، بعدين دي ما ثاني في اللوائح بتنظم كده اللي بتنظم بشكل اجتماعي، لكن ده اللي بطالب تقدم تقرير مراجعي حسابي. يعني دي كلها بتلزمك، بل في نفسك اذا سجلت المسجل لاي اسباب كان غدره ممكن يشطبك. يعني دي اسباب انت بتبقى فيها اشكاليه، ما بقدم خدمه للمطوع للمتطوع. يعني بقول انا والله المتطوعين تعالوا جيبوا برامجكم، انا بسندكم، انا الجهه اللي بمولكم، انا اللي بدافع عنكم. بل زي ما ذكرت لك المرفات في الاتصال هذا قلت لك حتى هو بيمنعك، يعني ما تاخذ اي اموال من اي دوله خارجيه او من شخص بالخارج الا بموافقه مش المسجل ولا المفوض، الا بموافقه الوزير نفسه. يعني تكتب تجيك موافقه من الوزير ولا المفوض يقول لك انت استلم هذه الاموال، تقدم لي تقارير، يعني كانك انت موظف شغال معاون، في حين هو نسب انك انت زول شغال اصلا وبتقدم خدمه للمجتمع، خدمه انسانيه بسيطه. في المنظمات الكبيره دي اصلا تابعه للدوله او المنظمات الاجنبيه عندها مشاريع وتابعه للامم المتحده، دي وضعها هنا بيختلف ناس، لكن ده ناس بيجتمعوا في ببساطه كده بالهاتف، ده نعمل كده نعمل كده. انت لما تغيد انت بتبقى اشكاليه، عشان كده هم بينفروا منك. يعني ده سبب النفور. القانون ما بقدم، بل حتى هو ذاته ما بقدم لك خدمه. يعني انا جيت عملت جمعيه ما بعد كده هو بطالبني بالاشد، لكن بقدم لي شنو؟ هو سؤال لغايه الان للمسجل للمفوض للوزير قدم شنو؟ تعليق والله انا هي تعليق. ايوه هو طبعا نحن لاحظنا انه الناس بيسجلوا منظمات، طيب، وهم بيتضرروا من سلبيات العمل في منظمه، لكن ما قاعدين يستفيدوا من المميزات بتاعتها. دي يمكن تبدو الاشكاليه. يعني لا ما قاعد يستفيدوا من مميزات شنو؟ انه هم منظمه مسجله. طيب المنظمه المسجله ما عندها امتيازات كثيره جدا بتمنحها لها الدوله، صحيح، من اهمها الحمايه. يعني مثلا ده جانب. الجانب الثاني اللي هو التمويل، سواء من الدوله او عن طريق قبول الدوله ليك، الموثوقيه بتاعت الدوله، المفوضيه ممكن تديك موظفين بتاع خدمه وطنيه، ممكن تفرغ لك جزء من موظفين الدوله في المنظمات، ممكن تدرب لي الكوادر، ممكن تدرب، ممكن تديك موقع، ممكن تديك قطعه ارض تشيد عليها كده، بتديك اعفاءات جمركيه، تدخل اي حاجه بدون جمارك كده. دي كلها امتيازات بتمنحها الدوله للمنظمات المسجله، لكن المشكله انه المنظمات ما قاعده تستفيد منها. المنظمه لسه بتاجر، المنظمه لسه بتشتري عربات من السوق، المنظمه لسه بتاجر عربات للموظفين بتاعنا. لسه المنظمات بتوظف سكرتاريا ب 2 مليون ب 3 مليون سكرتير، في حين انه كان ممكن يجيب له موظف بتاع خدمه وطنيه ب 50 جنيه. فدي الاشكاليه. يعني المنظمه انت اول ما تسجل منظمه انت في اشكالات بتحصل لك، لكن في مميزات انت بتلقاها، المفروض تحوز على المميزات دي، فهي المشكله عدم الحوز على المميزات. ممتاز. طيب انا دارق دكتور جمال، لانه في حته تكلمت عنها بشكل قبيل واحنا حاولنا نمشي منها الحكايه، انه في ممول عايز يشتغل داير بس في راسه انه يبني مسجد، في حين انه احنا ما عايزين المسجد مثلا يكون موجود، وبالتالي نحن في حاجتنا امس لحاجه ثانيه، دايرين مثلا بئر او شيء من هذا القبيل. طيب تمام. طيب احنا يعني دايرين نشوف لنا يعني طريقه يتم من خلال اقناع الممولين بحوجه الناس. طيب كويس. وانا صراحه في التعامل مع التمويل بنصنف الناس في ثلاث اربع مراحل. والاول مرحله بمر بها الناس هي مرحله قبول التمويل مطلقا من اي جهه ولاي نشاط، هو بيخضع تماما لرغبات المانح ولشروطه. طيب ودي من اسوء مراحل العمل الطوعي، يا هو دي اللي بتخليك انت تبني مسجد وانت محتاج لبيت ضعيف. جر ضعيف. طيب المرحله الثانيه مرحله وضع شروط لقبول التمويل. ودي الزول عشان يوصل المرحله دي محتاج انه يعني يكون عنده اداره
مستخدم مبادئ دارة. ما تنسى كلامك دكتور. أيوة. ودي دي ده نموذج من النماذج التطوعية اللي ممكن في الأول بدأت تطوعية بسيطة زي ما قال الأستاذ عثمان العاقب. دي منطقة العمارة عبد الرحيم، احنا بنحييهم من هنا في الجزيرة، شباب بسواعدهم وبمجهوداتهم عملوا أشياء الحكومة ما كانت عملتها. طيب، وحسب معلوماتنا هم الآن عندهم مشاريع لكن ما لاقين جهة تمويلة لهم، وممكن يكون السبب انه الممولين دايرين اشياء وهم دايرين اشياء ثانيه. اكمل. تمام. طيب المرحله الثانيه مرحله وضع شروط لقبول التمويل. انت اول ما تبدا تضع شروط معناه انت زول بقى عندك رؤيه وبقى عندك رساله. في البدايه انا عندك رؤيه لا عندك رساله، قدرتك انك تشتغل بس تشغل نفسك تصرف راتبك وتسير منظمتك وكده. المرحله الثانيه انت بعد كده بقى عندك رؤيه، عشان كده بتبدا تضع شروط. ونحن كثير من لما نقول الكلام ده الناس بتستغرب، يقول لك انا عامل ميداني اضع شروط عشان اقبل باب التمويل وانا لاقيه. لا، هي تضع شروط، ونحن بنعتبرها مرحله بتاعت وعي مهمه جدا. انا ما بقبل اي مال ولا بقبله من اي جهه ولا بقبله من اي لاي نشاط. انا عندي انشطه محدده محتاج ليها، وعشان انا اقدر اصل المرحله دي محتاج زي ما قلت في البدايه انه تكلفتك تكون بتاعت العمل بسيطه، يكون عندك استثمارات خاصة بك أو مصادر بتاع التمويل مستقرة خاصة بك أنت. يكون عندك قدرة على أنك تدير مشاريعك بصورة إنمائية، يعني بعض الأنشطة ممكن تدخل مال، يعني بدل تقدمها للفقراء والأغنياء على حد سواء مجانا، أنت بتقدمها للزول الفقير مجانا وبتقدمها للزول الغني بالقيمة الكاملة على أساس أنك تقدر تشيل نفسك. أنت لما تصل للمرحلة دي بعد كده ما يكون عندك مشكلة في أنك أنت تمول بعض أنشطتك بصوره ذاتيه، وبعد كده بتقدر تتحكم انت في المانح، تطلب منه حاجات معينه محتاج لها انت. فدي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه في الوعي بتاع العمل الطوعي انك ما تقبل تمويل اصلا ثاني من زول، لانه التمويل برضه مكلف، داير تقارير زي ما قال ليك، وداير تمشي للدوله عشان تستاذن في شيل المال ولا ما تشيله، ومشاكله كثيره شديده التمويل. انت هنا بكون على كده استثماراتك شغاله بصوره كويسه، بتجيب لك اعتمادات ماليه، ميزانيتك كلها بتكون من استثماراتك. الحاجه الثانيه بكون عندك الاداره الانمائيه لخدماتك بتكون ماشيه كويس، عملت مشاريع استثماريه خدميه استثماريه بتمول بها المشاريع الخيريه الصرفه. ففي الحاله دي انت ما بتحتاج انك تقبل تمويل. بتمشي للمرحله الرابعه. انت بتبقى في مانح التليفون. في نماذج يا دكتور جمال، ما ادري تنسى كلامك، لكن في نماذج تحولت الى او اصبحت يعني اشبه بالشركات، يعني هي في الاول بدات طوعيه بعد ذاك عملت مشاريع تمويليه من عندها فاصبحت كشركات، وكاد يعني انعدم يعني وصفها بالتطوعيه. ايوه. فنحن كيف نقدر نحافظ على تطوعيتنا او وما نقع في المشاكل بتاعت المال؟ والله طب رجعنا هنا النزعه الانسانيه بتاعت الزول ذاته، البدايه اللي انت بدات بها. يعني وخلفيتك انت، هل انت اصلا زول متطوع، عندك صبغه في التطوع، عندك نزعتك الانسانيه وكده. لكن الوصول لمرحله انك تقدم خدمات جيده بمقابل مادي للزول القادر، في مقابل انك تقدم خدمات للزول الفقير، ده اتجاه مهم جدا في العمل الطوعي الليله. لانه المحسن او المانح ممكن يبني لك مركز صحي، لكن قد ما يقدر يديك القروش بتاعت التمويل الشهريه وكده. بيقول لك تدير مشروعك ده بصوره انمائيه، طلع جزء من العائد بنفسك، يعني تسير به الحد الادنى من الميزانيه بتاعتك، ما في اشكال في ممتاز. استاذ عثمان، الحته دي بجد يعني كلام جمال، كلام جميل جدا كده دكتور جمال، ربنا يجزيه خير، عن الحكايه بتاعت انه الناس يصلوا لمرحله من المراحل انهم يفرضوا احتراما على الممول. طبعا بنحيي كل الممولين حقيقه، حتى لو كان التمويل باهواء بنحييهم، ما احسن من الماب مول. صح صح. تمام. لكن دايرين نجي لحته انه يعني كيف نحن نقدر باستخدام القانون طبعا نقدر نمكن المؤسسات التطوعيه من انها ترتقي بنفسها وبمشروعاتها وتفرض احترامها على الممولين، وفي نفس الوقت ما تنجرف وراء المال وتبقى بعد شويتين شركات. هي اصلا يعني العمل الطوعي عمل انساني وعمل اجتماعي وعمل خدمي، ما بكون فيه الهدف المالي ده العنصر الاساسي. المال عنده وسيله لتسيير. لا، ما بكون المفروض ما يكون اصلا، هو ما المفروض يكون. ما أيوة. انت متطوع، يعني انت زول متطوع ده ما وظيفه هي، يعني هي الان نحن كان نفترض نميز ما بين العمل
الطوعي الجهودك بتبذل وما بين انت لما تيجي تقدم خدمه بتاخذ من وراها مقابل. طيب. انت لما تاخذ من وراها مقابل افرقت العمل الطوعي من محتواه. بيبقى ما عمل طبيب، بيبقى انت موظف، انت موظف وانت مستخدم لجهه معينه. العمل الطوعي الان انا النماذج اللي ذكرتها لك الواحد من خلال الاحتكاك ما بيشيلوا قروش ولا عندهم قروش، يعني بيبذلوا جهدهم ونفسهم في سبيل تمويل مشاريعهم المحدود. انا قبل ما قلت لك معلش المنظمات الدوليه والمنظمات الاقليميه، انت قلتهم كبار، الكبار ديل يعني ديل الشخصيات دي الكبيره يعني ديل الكبار، الكبار ده وضعهم بيختلف عننا. لكن احنا المجموعات اللي قدامنا دي مجموعات على قدر حالتها، يعني ده اللي بيجتمعوا بالتلفونات بيقدموا خدمات كده، ما عند حتى كلمه ممول ذاته ما عنده. واحتمال تكونوا يعني والله يعني اكون صادق معاك، احيانا الشباب ده اللي بيجوا للشغل ده وبيجوا الموجود احتمال واحد فطور ما فطر، احيانا بيرجعوا والله نحن نعرف يعني وما فيش ما يمنع من ذكر اسمهم. أيوة طلبه، ايوه ناس نسمه خير طلبه وهم بيجروا وبيقسموا مصروفهم اللي بيدوه له الناس البيت على اساس انهم يقوموا يقدموا عمل تطوعي. بجد هؤلاء يعني يرغمونك على الاحترام، على احترامهم. يعني حتى الشيء المشهد قبل كده برضه الدكتور جمال يعني كتب تقرير خطر جدا جدا، قال جات عربات بتاعت لاند كروزر لما جاء الممول قالوا لنا احنا في دولتنا ما قاعدين نركبها، انتوا كيف بتقوم العمل الطوعي ده تكونوا راكبينها؟ يعني بتبقى الانسان الدار يشتغل العمل الطوعي ده. ده شايف ده شفت ناس متخير ده، احنا بنحييهم من هنا، اذا في واحد منهم بيشاهدنا بالحيوم. هؤلاء الشباب جزء كبير منهم طلبة في كلية الطب جامعة دونغلا، هم في من مختلف التخصصات حقيقة، وهم بيوفروا الدواء للناس المصابين بالفشل الكلوي. يعني حتى في الامتداد ذاته في الناس اللي قلت لك الناس اللي بيشتغلوا كناحية إنسان، عندك الليلة طارق اللمين عديل المدارس، يعني دي شخصيات بتبذل ذول قال مدرسة مكسرة مش شال، حتى يتعود المهنه بتاعت النقاشه، لبس الابرول وجاب النقاشه وبعدين ينقش في المدارس، يعني جمل المدارس. يعني ديل الناس ديل الناس التمويل تمويل ذاتي، يعني استعان بجان، استعان بفلان، استعان كده دارين نعمل كده، استعان بناس الحي. يعني كلمه مول ومشاريع ما يقول عنده ذات ما ولا عنده ولا بتخطر على باله، وده بيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، بيحتسب عند الشعب السوداني. ديل الان يفترض الناس تميز ما بين العمل الطوعي، تذكروا الدكتور جمال ديل كموظفين بيستخدموا حاجات معينه، يفترض كنت القانون ده ينطبق عليهم المراقبه، الموافقه الوزير، مراقبه اجهزه الامن له ومراقبه كده عشان ما يفسدوا العمل الطوعي، لان العمل الطوعي لو دخلت فيه المآرب الشخصيه بيفقد قيمته. العمل الطوعي ده نفير، انت جواك طاقه من الخير دار تقدمه للمجتمع. يعني حتى الاستاذ عدم مكحيل الاستاذ عطروحك، يعني انت بتبذل المجهود ده في سبيل. يعني حتى الان نجده الغريق احيانا بيكون نجده الغريق، يعني ده دور من عمل الطوعي. قالوا فلان ده والله وقع في البحر، بتلقى 10 من الشباب ده بده يسمعوا له. يعني دي القيمه بتاعت الشعب السوداني الاصل افترض تتوفر فيها العمل الطوعي. وضربت لك 4-5 نماذج من ده، لكن الاشياء الثانيه دي ده وضع بيختلف، ده شغل بيختلف ثاني، ده شغل اخر. نحن الحقيقة أستاذ عثمان بصراحة يعني نحن أبناء هذا الشعب السوداني، نحن أولاد غوش زي ما بقول، شايفين بعيننا. لكن في بعض المشاكل مرات الناس بيضطروا إنهم بيبحثوا فيها عن القانون وبيقولوا يا ريت أما يعني لو كنا عملنا كده ولو كنا عملنا كده. ليه؟ لأنه ما كل الناس دي عندها الروح الجميلة دي، وما كل الناس إنها فاهمة إنه والله هذه المجهودات وهذا العمل وهذه الروح الطيبة هي متوفرة في كل الناس. أحيانا بيكون في واحد في نص الناس بيمكن يعمل يدخل الناس في مشاكل ويعمل كارثة، بالتالي برضو الناس الجايين ممكن يكونوا يستغلون هؤلاء الطيبين وهم عندهم مآرب أخرى. يعني بعدين برضو الدولة نحت منحة آخر اللي هو سودنة العمل التطوعي، بالتالي إذا في جهة مثلا أجنبية دارت تقدم عمل تطوعي لازم تقدمه من خلال جهة من هذا النوع وكده. دي كلها بتخلي انه القانونيه للعمل التطوعي اصبحت ضروره. الان الدكتور جمال تحدث عن ميزات الناس ما كانوا واضعينها في الحسبان، ربما هؤلاء الشباب ما عارفينها. ونحن بنعرف جهات، انا في الحلقه السابقه انا ذكرتها للاخ دكتور جمال، بنعرف جهه تطوعيه عندها حاجات جايبينها لها من برا، لكن الدوله ابد تخليها تخش. طبعا الدوله هي ادرى مننا بمصلحه البلد، وهي ايضا عندها نظرتها الثاقبه فيما يتعلق بما قد يضر بامن البلد وما الى ذلك. مع ممكن تكون الجهه الجايبه الحاجات دي هي ذاتها ما عارفه المخاطر اللي ممكن تكمن وراء هذه الاليات، لكن ظاهر الامر انه ده نوع من انواع التعقيد، انه عندك حاجات حفارات دار تحفر بها مياه
تحفر بها ابار مياه للبلد، الدوله ما دايره تدخل ليها. فدي نحن بننظر لها بنظره يعني نظره ما طيبه، وبالتالي بنقول انه المفروض يكون في حل. هي الكلام ده ما دائما المنظمات المنظمه واللي بتشتغل وللهيكله ولها المشاريع الضخمه اللي بتقدمها دي ترى تخضع للقانون. يعني في نص واضح وصريح، انت دار تستجلب حاجه من الخارج تاخذ موافقه من الدوله، يعني ده نص. ما نحن لازم نحترم القانون بعيوبه بشكل ما قلنا لا ما تاخذ موافقه، لكن الدوله اذا رفضت لا احنا غير نتكلم عن القانون ده. ما هو ده ما نص، ما ده ما نص، يعني النص ده بعد كده بيبقى ملزم علينا، يعني طيب. ده نص قانوني واجب التطبيق. الدولة خطت نص معين في قانون العون الإنساني والطوعي بأنه أي تمويل من الخارج أو منحة ما تتحصل على إلا بموافقة الوزير أو إلا المفرق. بموافقة دكتور جمال إلا بموافقة. أنت طبعا ما في شك ما بتقدر تلوي يد الدولة، أيوة كسر رقبة لازم يعملوا صحيح، لكن في حال إنهم هم امتنعوا قال لك والله يا أخي ما بنخشش لك مجانا، ايوه، وانت قبيلك قلت انه في ميزات، انت مسجل رسمي وكل سنه بتجي بتوريهم تقاريرك وكل الحاجات المطلوبه منك بتجيبها لهم تماما. يعني الحل شنو؟ انه يعني تقدر تجيب الحاجه اللي انت داير تجيبها بحكم انك انت زول رسمي ومعروف للدوله. والله هم طبعا الدوله مرات بتخاف من الممارسه التجاريه. اها انت بيكون شكلك كده عندك مثلا 5 عربات موجوده وشغاله بكفاءه عاليه بدون مشكله، ده تدخل 5 ثاني مثلا ما بتتناسب مع حجم العمال بتاعينك ولا موظفينك ولا كده. الدوله هنا عندها اشكال كبير شديد، انت شكلك كده زول ده تمارس تجاره، عشان كده اقول لك لتجيب لنا عرباتك الخمسه دي بعد ذاك نحن بنسمح لك انك تورد 5 ثاني مثلا. مرات بيجيب لك اجهزه ما عندها علاقه بين عملك نشاطك اللي انت مسجل بيها منظمتك وكده. فهنا الدولة برضو من حقها إنها هي تشتبه فيك باعتبار أنك تمارس تجارة من خلال الامتيازات اللي بتمنحها الدولة. في تجارب كثيرة جدا ظهرت هنا بتاعت ممارسة تجارية من وراء العمل الطوعي، لكن أحيانا بيكون في تعنت من بعض الموظفين، يعني بيكون في استخدام للقوانين واللوائح بصورة ما مناسبة. أيوة. في نوع من المرونة مطلوب على اساس انه مثلا نحن هسه عندنا دوره بتتكلم عن معايير الاخلاق المهنيه في الموظف، بيقول لك 200 تلتزم باللائحه 200 تخرج على اللائحه عشان تحقق مصلحه. فمثلا الاشياء المتعلقه بالعمل الطوعي دي كلها مفروض تخضع لتقدير الموظف الموجود والمصلحه المترتب عليها وكده. يعني مثلا عدم ادخال الاجهزه المستعمله، ده قانون موجود انه الدوله مانعه شراء وادخال الاجهزه الطبيه المستعمله. طيب لكن ده مقصود به شنو؟ موظف الدوله اللي بيمشي يشتري من مال الدولة أجهزة قديمة بنفس قيمة الأجهزة الحديثة وكده، وممكن ياكل الباقي مثلا. لكن لما تجينا شحنة مجانية من محسن مثلا أو مانح جدد الأساسات بتاعته، فهنا ما المفروض الدولة تتمسك باللائحة دي، لأن هي ما مشترى أصلا، هي أيوة. هي جاتنا دعم. ومرات بالمناسبة بتجي أجهزة شغالة أقل من الأجهزة شغالة عندنا. يعني احنا ذكر مره واحده من المنظمات جاتها اجهزه شغاله 2 سنين، فبرضه الدوله رفضت انها تدخلها. وان كان سبحان الله جاء استثناء من شخصيه نافذه في القصر الجمهوري، لكن برضه الموظفين بتاعنا الجمارك اصروا ان هم يمنعوا ادخاله وكذا. ممتاز دكتور عثمان، احنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه. النقاط الجدليه في القانون السوداني المنظم العمل الطبيعي، في نقاط جدليه ممكن نقدر نقف عندها؟ والله ما هي خلاص، يعني هسه الان شكل المنظمات الكبيره وعندها مشاريع وعندها موظفين وعندها مقرات وعندها مرتبات اللي بتديها لها يفترض تلتزم بالقانون. يعني ده التزام، ده ما نص قانوني اللي يتعدل كده ده التزام. اما المناشده للجهات الرسميه بانه تسهل العمل الطوعي بالنسبه للجمعيات وللشباب اصلا مسجلين او حتى حيسجلوا. يعني هي قبل كده السابقه زي ما قلت لك، هسه الان في بعض اللي بتشتغل وفقا للعمل الطبيعي الان الدوله على علم بها وبتساعدهم، وهي حاجه منتشره في الواتساب وفي الفيسبوك وما بتقف ضدها. اتمنى يقدم لهم كل المساعدات ومنظمه العون الانساني تستوعب هؤلاء الشباب وتوجهوا للتوجه السليم، يستفيدوا من الميزات بتاعت التسجيل. يعني هسه انا على سبيل المثال مثلا عديل المدارس طارق اللي مين عنده خبره عارف كل عدد المدارس المحتاجه للصيانه. يا اخو وزاره التربيه استعيني بيه وقدم لي الخدمات، قدم لي العمال عشان امشي لقدام.
يعني ممتاز. مثلا يعني دي بتبقى انت تستفيد من الجهات بس. شكرا دكتور جمال. في نهاية الحلقة يعني ما هي معايير نضج المؤسسات التطوعية؟ طيب عندنا ثلاثة معايير رئيسية لازم نتكلم بها تمام شديد. المعيار الأول هو تطبيق مبادئ الإدارة بأقل تكلفة. طيب اليابانيين انت قلت لنا الكايزن على النظام بتاع التخلص من النفقات غير الضرورية. طيب مهم جدا مهارة يمتلكها أي زول، وفي العمل الطوعي تكاد تكون أهم لأنه المال ما كثير أصل. ممتاز. طيب الحاجة الثانية هي الإدارة الإنمائية للخدمات الطوعية. إدارة إنمائية يعني أنا ما أجيب مال من محسن ودي الخدمة دي لزول غني قادر هو ذاته يبقى محسن ويدفع. أيوة. الخدمات الطوعية حقت الناس الفقراء والمحتاجين. ممتاز. كل زول غني ومستطيع مفروض يدفع قيمة الخدمة على أساس أنه هو يحركها. ممتاز. المعيار الثالث والأخير هو الاستثمار. حجم الاستثمار اللي بيمول لك الانشطه بتاعتك. انا صراحه ما بقتنع بحاجه اسمها تبرعات على الاطلاق. ممتاز. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. نشكر لكم يعني حسن استجابتكم وحديثكم الطيب لبرنامج اياد الخير. شكرا جزيلا للدكتور جمال فقيري وشكرا جمال فقيري السوداني وشكرا جزيلا للاستاذ الفاضل الاستاذ عثمان العابد. شكرا جزيلا. نعم نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وحتى تجدد الملتقى تقبلوا تحيات الفريق الذي صاحبكم من خلال هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الصندوق القومي للتأمين الصحي. مظلة تسع الجميع. إذا المرء يدرك سر العطاء لا أنفاق في المدى والعمر، ونوديع في الأرض بذراً